بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات المستوى الثاني في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة رقم 20 من حلقات مقرر الإحصاء التحليلي. بدأنا في الحلقات السابقة في مراجعة الموضوعات اللي احنا عرضناها قبل كده، رجعنا موضوع الاحتمالات، رجعنا موضوع دالة الاحتمال. النهاردة بإذن الله هنراجع مع بعض بسرعة أول توزيع من التوزيعات الاحتمالية اللي هو توزيع ذو الحدين. التوزيعات اللي عندنا 3 توزيعات، توزيع ذو الحدين، توزيع بواسون، التوزيع الطبيعي. في توزيع ذو الحدين وتوزيع البواسون يهمني أعرف شكل الدالة وأعرف الخصائص الإحصائية، التوقع والتباين، مش أكتر من كده. في ذو الحدين لازم أعرف شكل القانون إيه والتوقع والتباين بتاعه إيه، سواء في ذو الحدين أو البواسون. بجانب بقى ان ذو الحدين والبواسون بيتعاملوا مع المتغيرات المتقطعه، متغيرات متقطعه زي عدد الابناء في الاسره، زي عدد المساجد، عدد الطلاب، عدد المدارس، عدد المدرسين، عدد الوحدات المنتجه، عدد الصور، عدد قطعة عمله. دي كلها متغيرات متقطعه، هي صفه توزيع ذو الحدين. بس امتى بقى؟ لما تكون الصفه اللي معايا لها حالتين اتنين فقط، حالتين اتنين فقط، زي مثلا حالة الشخص إما مريض أو سليم، حالة المنتج الوحدة المنتجة يا معيبة يا سليمة، حالة القيد للطالب في أول السنة يا ناجح يا راسب، حالة العامل مدخن أو غير مدخن، متعلم أو غير متعلم، يعمل أو لا يعمل المواطن. دي كلها ظواهر أو صفات لها حالتين اتنين فقط، إذا يحكمها ذو الحدين. مع بعض كده ونراجع بسرعة بعض الأسئلة التي قد تتعرض لها في نهاية الفصل الدراسي إن شاء الله. بيقول لي أول سؤال، توزيع ذو الحدين يصف متغيرات إيه؟ طبعا يصف متغيرات متقطعة. وقلنا يعني إيه متغيرات متقطعة؟ طب القانون التالي اللي قدامنا ده قانون مين؟ ذو الحدين ولا بواسون؟ لا، ده قانون ذو الحدين. طيب في توزيع ذو الحدين التوقع بيساوي إيه؟ إحنا اتفقنا إحنا هنحفظ صيغة التوقع والتباين لذو الحدين. توقعه نون لام ولا مج نون لام ولا سيجما؟ لا، توقعه مج نون لام، اسف، توقعه نون لام، مفيش مج نون لام. يبقى التوقع هنا بتاع ذو الحدين نون في لام، الصيغه الاولى. طب والتباين بتاعه نون في لام ولا الثانيه ولا الثالثه؟ الاولى ما تنفعش، دي اسمها التوقع. طب الفرق بين الثانيه والثالثه ايه؟ ما هم الاثنين زي بعض، بس التانية اسمها سيجما تربيع، طب والتالتة اسمها سيجما. سيجما تربيع يعني ايه؟ يعني التباين. طب اللي تحتها اسمها سيجما من غير تربيع اسمها ايه؟ انحراف معياري. هو يسألني على التباين، التباين، يبقى التباين الإجابة رقم 2، سيجما تربيع نون في لام في واحد ناقص لام. طيب بيقول عند رمي قطعة عملة عدة مرات، أما ارمي قطعة عملة عدة مرات دي تجربة تخضع لأي قانون؟ اما ارمي قطعة عملة مرات في اي مرة اما يقع الحدث او لا يقع، اما ان تقع الصورة او لا تقع، يبقى هنا تخضع لتوزيع مين بقى؟ ذو الحدين. طب فحص عينة من الانتاج، اما فحص عينة من الانتاج بصنفها لايه؟ لمعيب وسليم. يبقى التجربة دي اما افحص عينة من الانتاج تجربة تخضع لمين؟ ما حالتين اهو، يا سليم يا معيب، يبقى تخضع لمين بقى؟ لذو الحدين. تصنيف عينة من العمال اللي مدخنين وغير مدخنين دي تجربة تخضع لمين؟ لذو الحدين. طيب بيقول إذا كانت عند استخدام توزيع ذو الحدين كانت نون اللي هو حجم التجربة ب10 ولام، لام يعني إيه؟ احتمال وقوع الحدث ب3 من 10، نون ب10 ولام ب3 من 10، يبقى التوقع يساوي إيه؟ التوقع نون في لام، يبقى 10 في 3 من 10. تبقى الإجابة بقى 3 من 10 ولا 3 ولا 10 3 من 10؟ 10 في 3 من 10 ب3، تبقى الإجابة رقم 2 بمجرد النظر. طب أما تكون نون ب10 ولام ب3 من 10 يبقى التباين قد إيه؟ التباين نون في لام في 1 ناقص لام، يعني 10 في 3 من 10 ضرب افتح قوس 1 ناقص 3 من 10، يبقى 10 في 3 من 10 في 7 من 10، 10 في 3 من 10 في 7 من 10 تطلع في النهاية 21 من 100، يبقى الإجابة رقم 2.
شوف بقى المسألة دي، طبعا لازم يكون معاك دلوقتي وانت قاعد ورقة فاضية وقلم وآلة حاسبة، وتكون كاتب قانون ذو الحدين وكاتب صيغة التوقع والتباين، دول أهم حاجة في ذو الحدين، الشكل القانون والتوقع والتباين، والبوصول نفس القصة، شكل القانون والتوقع والتباين، دول هتعتمد عليهم في الحل. بقول نسبة الإنتاج المعيب 20%، نسبة إنتاج معيب نسبة يعني احتمال، يبقى هنا لام ب 20%، هرجعها لأصلها تبقى 20/100، 20% يعني 20/100 يعني 2/10، تبقى أنت عندك هنا لام ب 2/10، ونون بكام عينة من 5، يبقى نون ب 5 ولام ب 2/10، وقال لك استخدم قانون ذو الحدين، احتمال تجد في العينة واحدة واحدة معيبة. القانون بيقول لي ايه؟ ح س يساوي س، يعني ايه هنا؟ س معناها ترمز سنة من وحدات المعيبة، عايز احتمال ان س بتساوي 1، هعوض في القانون، قانون لو انت فاكره اهو اقول لك مرة تانية بتاع ذو الحدين، ادي قانون ذو الحدين اهو، ح س يساوي ن ق س لام اس س، 1 ناقص لام اس ن ناقص س، ن عندك ب 5 ولام ب 2/10، امال ايه س ده بقى؟ س انت بترمز المعيب، بقول احتمال تجد واحده واحده معيب، احط س بكام؟ ب1، يبقى احتمال س بتساوي 1، 5 ق 1، 2/10 اس 1، 1 ناقص 2/10 يعني 8/10 اس 5 ناقص 1، هتحسب بقى 5 ق 1 بالاله الحاسبه، الخمسة قاف واحد دي على الآلة الحاسبة اسمها ان سي ار، اتعلمناها قبل كده، هتجيب لي 5 قاف 1 الآلة الحاسبة. طب و2/10 أس 1 ب2/10، طب 8/10 أس كام بقى؟ أس 5 ناقص 1 يعني 4، 8/10 أس 4، تجيب الآلة الحاسبة اتمرنا عليها قبل كده، هتكتب تضرب 8/10 وعندك علامة الأس اللي هي 8 الصغيرة وتكتب 4، هيطلع الناتج، اضرب ده في ده في ده يديك الايه القيمة المتوقعة، يديك احتمال س بتساوي 1. طبعا 5 قاف 1 انا مديها لك جاهزه اهي عشان ما تتعبش نفسك، تطلع ب 5، ومديك 8/10 اس 4 برضه، واحده، يبقى انت بس عليك مطلوب منك ايه؟ انك تكتب القانون وتعوض فيه، تطلع واحده من الاجابات دي كلهم، يا دي يا دي يا دي، طبعا دي محتاجه منك ورقه وقلم وتعمل الحسبه بتاعتك. طيب نفس المساله، نون عندي ب 5 ولام ب 2/10، ايه احتمال تلاقي 3 وحدات معيبة؟ يبقى س هنا بكام بقى في القانون؟ س ب 3، يبقى هتقول ايه بقى في القانون؟ احتمال ان س بتساوي 3، ها احتمال س بتساوي 3، هقول ايه بقى؟ هقول 5 قف 3 في 2/10 اس 3 في 8/10 اس 2، هتكتبها في ورقة خارجية وتصف العملية وتكتب الناتج هنا، 5 قاف 3 مديها لك ب 10، 2/10 اس 3 مديها لك برضه 8/1000، يبقى انت ناقصك ايه بس؟ 8/10 اس 2، يبقى هتضرب 10 في 8/1000 في 8/10 اس 2 64%، وتشوف الناتج شكله ايه، هتلاقيه واحد من الثلاث اجابات دول. نفس السؤال، نون عندك ب 5 ولام ب 2/10، احتمال الا تجد وحدات معيبه، احتمال ما تلاقيش معيب يعني تلاقي صفر معيب، يبقى نازل احتمال س بتساوي صفر، احتمال س بتساوي صفر، حط في القانون ايه بقى؟ نون بكام؟ ب 5، طب وس بصفر يبقى 5 قاف صفر، لام اللي هي 2/10 يبقى 5 قاف صفر، ها 2/10 اس ايه؟ اس صفر، ها 8/10 اس كام؟ اس 5، قايل لك بين قوسين كده خلي بالك 5 قاف صفر ب 1، واتمرن عليها على الاله الحاسبه عندك، على الاله الحاسبه كده جرب 5 قاف صفر 5 ان سي ار 0 يساوي، هيطلع ب 1، 8/10 اس 5 اتمرن على الاله الحاسبه اضرب بوينت 8 8/10 وعندك علامه الهات بتاعت الاس، وبعدين اضرب على الرقم 5 وقول يساوي، تطلع 33%، يبقى احتمال الا نجد معيب يعني احتمال س بتساوي صفر، هيبقى 5 قاف صفر في 2/10 اس صفر، 2/10 اس صفر بكام؟ اي رقم اس صفر بكام؟
اي رقم صحيح او كسري، اس الصفر بكام؟ بواحد، في 8 من 10 اس 5، هيطلع الناتج النهائي الاجابه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ واضح هيطلع الاجابه رقم 2. طيب السؤال نفس السؤال، النون عندي بخمسه واللام باتنين من عشره، احسب القيمه المتوقعه. يعني ايه قيمه متوقعه؟ يعني وسط حسابي يعني ميو، تبقى نون في لام، ما دام زول حدين توقعه انا حافظه، نون ايه في لام، النون بكام؟ بخمسه، واللام بكام اللي هي الاحتمال اللي هي النسبه؟ اتنين من عشره، خمسه في اتنين من عشره بواحد، تبقى الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم 2. نفس السؤال، نون بخمسة ولام باتنين من عشرة، احسب التباين، لازم احفظ قيمة صيغة التباين في ذول حدين، صيغته نون في لام في واحد ناقص لام، يبقى هقول ايه؟ خمسة في اتنين من عشرة في تمانية من عشرة، خمسة في اتنين من عشرة في تمانية اللي هي واحد ناقص لام، يعني واحد ناقص اتنين من عشرة، يبقى خمسة في اتنين من عشرة في تمانية من عشرة، تطلع في النهاية كام؟ 8 من 10، يبقى التباين هنا كام؟ 8 من 10. طيب ده كان فيما يتعلق بمراجعة على توزيع ذو الحدين. تعالى توزيع بواسون. ايه الفرق بين بواسون وذو الحدين؟ الاثنين متغيرات متقطعة، بس بواسون حالة خاصة من ذو الحدين. حالة خاصة يعني ايه؟ يعني بيقول لما يكون حجم العينة كبير اكبر من 30 والاحتمال لام ضعيف جدا اقل من 10% استخدم بواسون، من الادق والافضل استخدم بواسون. يبقى في ذو الحدين والبواسون دايما عندك النون واللام، لو كانت نون اكبر من 30 عينه كبيره ولام اصغر من 10% اصغر من 1 من 10، يكون من الادق والافضل استخدم بواسون بدلا من ذو ايه الحدين. يقول لي اول سؤال، بواسون يصف متغيرات متقطعه، صح ولا غلط؟ طبعا صح. توزيع بواسون بيسمى بتوزيع الاحداث النادره. احداث نادره يعني نادره الحدوث، يعني احتمال تحققها ضعيف، لان من شروط البواسون ان يكون الاحتمال ضعيف، احتمال الحدوث احتمال ضعيف، زي مثلا ايه؟ ظاهره الحريق، يعني في احد الاحياء فيها 100 فيلا او 200 فيلا، احتمال وقوع حريق في احدى الفيلا الاحتمال ضعيف، يبقى حدث الحريق ده او حوادث الحرائق تتبع توزيع بواسون. حوادث الطرق على الطريق السير، حوادث السيارات، الطريق الدائري بيمر عليه الاف السيارات، هينون اكبر من 30 اهي، لكن احتمال وقوع حادث مروري احتمال ضعيف. بيقع، بس احتمال كام بقى؟ حادث او اتنين او تلاتة من ضمن 1000 سيارة، 3 في الـ1000 او 4 في الـ1000. الاجهزة الكهربائية بصفة عامة، اجهزة المحمول بصفة عامة، إنتاج السيارات، دي كلها ظواهر تخضع للبواسون. ليه؟ فيها نون كبير، حجم الإنتاج كبير، في نفس الوقت احتمال وجود وحدة معيبة احتمال ضعيف. عشان الاحتمال ضعيف بقى سموا بواسون بتوزيع الأحداث النادرة، إن احتمالها ضعيف. أي بس الإجابة هنا إيه؟ صح. طيب توزيع بواسون حالة خاصة من ذو الحدين؟ حالة خاصة من ذو الحدين، نعم. إمتى؟ لما تبقى امتى ذو الحدين حالة خاصة من البواسون؟ آسف، البواسون حالة خاصة من ذو الحدين. توزيع بواسون حالة خاصة من ذو الحدين. طيب هل توزيع بواسون أحد التوزيعات الاحتمالية؟ طبعا أحد التوزيعات الاحتمالية، عندنا 3 توزيعات، ذو الحدين وبواسون والطبيعي. طيب توزيع بواسون يصف متغيرات متصلة زي الأطوال والأعمار؟ لا، ده احنا قلنا في الأول توزيع بواسون متغيرات متقطعة. متقطعة يعني إيه؟ يعني ناخد أرقام صحيحة، ما ينفعش ياخد كسور. يبقى بواسون لا يصف متغيرات متقطعة. الإجابة هنا إيه؟ لا. الإجابة رقم 2. القانون اللي قدامنا ده، ح س بيساوي ه أس ناقص م، ه أس سالب م ضرب م أس س، ه أس سالب ميم، السالب ميم دي فوق اله،
ه دي مضروبة، ه دي كلها مضروبة في ميم أس سين، والناتج بيقسمه على مضروب سين. علامة التعجب دي اسمها مضروب، مضروب سين. ده قانون البواسون؟ ده قانون البواسون ده. طيب زي ما قلنا في البواسون لازم اعرف حاجتين مهمين، لازم اعرف شكل القانون احفظه، ولازم اعرف التوقع بتاعه واعرف التباين بتاعه. لازم احفظ الثلاث الحاجتين دول، شكل الدالة والتوقع والتباين. البواسون ليه استثناء في، لان التوقع هو تباينه، البواسون التوقع هو التباين. هو مين في البواسون بيعتمد كله على ميم دي. الميم دي معناها ايه؟ ميم دي معناها متوسط عدد مرات وقوع الحدث. ميم متوسط عدد مرات وقوع الايه؟ الحدث. متوسط يعني قيمة متوقعة. يبقى القيمة المتوقعة، القيمة المتوقعة في السؤال رقم 7 هي ميم، هي ميو. ميم معناها قيمة متوقعة، قيمة متوقعة معناها متوسط، ما ميم معناها متوسط. يبقى ميو بتساوي ميم. ميم دي إما أن تكون معلومة أو تكون مجهولة. لو ميم مجهولة مش موجودة عندك في المسألة، تيجي عن طريق ضرب النون في اللام، هيديك النون واللام تجيب منهم الميم. يبقى التوقع بقى ميو بتساوي ميم نون في لام، ولا مج نون في لام، ولا سيجما؟ لا طبعا الإجابة الأولانية، التوقع بيساوي ميو بيساوي نون لام. وزي ما قلت لك في البواسون التوقع يساوي التباين. يبقى التباين ده سيجما تربيع هو ميم، هو التوقع هو نون لام. يبقى سيجما تربيع هو ميم، ميم يعني ايه؟ التوقع اللي فوق اهي اللي هي ميو يساوي نون في لام. ولا الاجابه الثانيه ولا الثالثه؟ لا، التوقع او التباين سيجما تربيع هو نفسه ميم اللي هي ميو اللي هي نون في لام. طيب المساله، ايوه السؤال رقم 9، حوادث الطرق، حوادث السيارات على الطرق تخضع لمين؟ تخضع للبواسون. ليه؟ الطريق بيمر عليه آلاف السيارات، يبقى نون أكبر من 30، لكن احتمال وقوع حادث مروري احتمال ضعيف، مش بيساوي صفر، لا احتمال ضعيف. يمكن في اليوم ده اللي فيه 2000 سيارة عدوا يقع حادث أو 2 أو 3 أو حتى 10. لو 10 من 1000 سيارة اسمها 10 في 1000، يعني 1 من 100، يبقى ينطبق عليها البواسون، احتمال ضعيف. طب اخطاء الطباعه في اي كتاب؟ الكتاب فيه 500 صفحه، الصفحه الواحده فيجي 500 كلمه، عشان تلاقي خطا مطبعي نادر انك تلاقي خطا مطبعي. يمكن الكتاب كله تلاقي فيه 5 6 اخطاء مطبعيه. يبقى الكتاب حجم العينه فيه كبير، لون اكبر من 30، واحتمال وجود خطا مطبعي احتمال ضعيف. اجد خطا او 2 او 10 حتى. يبقى اخطاء الطباعه ده مثال لظاهره تتبع او يحكمها قانون البواسون. حرائق المنازل، حي فيه 100 منزل او 200 منزل، وارد ان يحصل حريق بس احتماله ايه؟ ضعيف. كل كام سنه ولو حصل حريق او 2 في حي فيه 100 منزل او 200 منزل، لو 100 منزل حصل حريق او 2 يبقى 2%، يعني اقل من 10%، يبقى ينطبق عليه توزيع الايه؟ البواسون. طيب في السؤال رقم 12 بيقول لي توزيع البواسون ده بيستخدم بدل من ذو الحدين في الشروط التاليه. امتى استخدم ذو البواسون بدل من ذو الحدين؟ اذا كان حجم العين اكبر من 30، ولا الاحتمال الخطأ وقوع الحدث أقل من 10%، ولا الاثنين مع بعض؟ البواسون شروطه الأول والثاني مع بعض، نون كبيرة ولام صغيرة. كبيرة أكبر من كام؟ أكبر من 30. صغير أصغر من كام؟ أصغر من 10%. يبقى شروط البواسون نون أكبر من 30 ولام أقل من 10% أو 1 من 10. تبقى الإجابة فين بقى؟ الأولى ولا الثانية؟ لا الأولى ولا الثانية، الاثنين مع بعض. تبقى جميع الإجابات الإيه؟ السابقة. طب السؤال رقم 13، نون ب 15 ولام ب 5 من 100. نون ب 15 ولام ب 5 من 100، نستخدم بواسون ولا ذو الحدين ولا مفيش توزيع؟
شروط البواسون ان تكون نون اكبر من 30 وفي نفس الوقت لام اقل من 10%. اذا تحقق الشرطين مع بعض اروح للبواسون. تحقق واحد وما تحققش الاخر ارجع للاصل. بقى مين الاصل؟ ذو الحدين. في سؤال 13 ده الشرط بتاع 5% ده اقل من 10% تحقق، لكن النون هنا كبيره اقل من اكبر من 30 لا. يبقى انا في شرط تحقق ان اقل من 10% او 5، وهنا الشرط الثاني ما تحققش، يبقى ارجع للاصل. ارجع لمين بقى؟ لذو الحدين. طب السؤال الرقم اللي بعده، النون اكبر بتساوي 5، النون بتساوي 75 اهي. نون بتساوي 75 ولام 5 من 10، نون كبيرة أكبر من 30، الشرط الأول تحقق. طب واللام أقل من 10%؟ أقل من 1 من 10، دي 5 من 10، لأن لام هنا كبيرة. معايا؟ يبقى هنا في شرط تحقق والتاني لم يتحقق. نستخدم مين بقى؟ نرجع للأصل. مين الأصل؟ ذو الحدين. طيب تعال اشوف المساله اللي بعدها، نون ب 100 ولام ب 3 من 100. نون كبيره ولام صغيره اقل من 1 من 10 او 10 من 100، بنستخدم مين؟ نستخدم البواسون، لان الشرطين الاثنين متحققين. طب عند استخدام بواسون، اذا كانت نون ب 50 ولام ب 3 من 100، نون كبيره ولام صغيره، يبقى التوقع يساوي ايه؟ التوقع اللي هو ميم. ميم يعني ايه؟ نون في لام. التوقع اللي هو ميو اللي هو ميم، اللي هي ميم هتساوي كام بقى؟ 50 في 3 من 100. جرب كده 50 في 3 من 100، شوف تطلع بقى 3 من 100 ولا 15 ولا 1.5. جرب كده بقى الحاسبة والخمسين في 3 على 100، هتطلع اجابة من دول. طيب نفس القصة طبعا، ميو هنا معناها ميم معناها ميو معناها ايه؟ ميو هنا معناها ميم معناها المتوسط. طيب سؤال رقم 17، نون ب 10 ولام ب 3 من 10، هنا ينفع توزيع بواسون بقى في المسألة دي؟ لا. هنا نون بقى ب 100، المفروض انها ب 100، ولام هنا ب 3 من 100، ولام ب 3 من 100. هيبقى بقى التباين شكله ايه؟ 100 في 3 من 100. التباين في البواسون عبارة عن ايه؟ التباين هو الايه؟ التباين هو التوقع، هو ميم. تباين يساوي التوقع يساوي ميم. ميم عبارة عن ايه؟ نون في لام. 100 في 3 من 100، 100 في 3 من 100، شوف تطلع بقى بكام بقى؟ هتطلع الإجابة 3. يبقى التباين هنا يساوي كام بقى؟ يساوي 3. إن شاء الله في المرة القادمة هنكمل مع بعض بقية المسائل على توزيع البواسون بإذن الله. هنكمل بقية بعض الأمثلة استكمالا لتوزيع البواسون، وإن شاء الله برضو في نفس الحلقة القادمة بإذن الله بعد ما ننتهي من مراجعة بواسون هنراجع مع بعض التوزيع الطبيعي. وبكده نكون خلصنا تقريبا حوالي تلتين المقرر، رجعنا فيه الاحتمالات ودوال الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية. بعد كده إن شاء الله يتبقى لنا الاستنتاج الإحصائي بشقيه، فترات الثقة واختبارات الفروض. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.